فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز تخفيف اللحية؟ وما هو اللحية؟ ما هي ثقيلة لله الحمد، ما هي ثقيلة، ما تحتاج تخفيف. والرسول أمر بتوفيرها وإرخائها وإرسالها وإكرامها، ولا هي ثقيلة حتى أنك تخففها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأينا إنسان يعني أقعد بسبب لحيته أو سقط بسبب اللحية، ما رأينا هذا. نعم.